توزيع كمية البنزين المخصصة لسيارات الخصوص والبالغة 20 لترا أسبوعيا وبالسعر المدعوم البالغ 450 دينارا للتر الواحد. قال المهندس مصطفى رشيد مدير شركة توزيع المنتوجات النفطية لفضائية كركوك أنه وبناء على توجيهات محافظ كركوك تمت المباشرة بتوزيع كمية 20 لترا على سيارات الخصوص، وأشار إلى أن توزيع 20 لترا سيكون كمرحلة أولى مؤكدا أنه في حال توفر مادة البنزين مستقبلا ستتم زيادة هذه الكمية. بناء على توجيهات سيادة المحافظ وتوفير كمية من البنزين لسيارات الخصوصي، طبعا سبقا ونوهنا انه انتاج مصفى بيجي متوقف، والمعتمد عليه مصفى الدورة ومصفى الشعيبة في البصرة لانتاج البنزين. احنا اليوم بدينا بتوزيع كمية 20 لتر لكل سيارة خصوصي اسبوعيا، ومعتمدين على البنزين الوارد لنا من البصرة عن طريق شركات ناقلة. وطبعا هاي 20 لترة لا تفي حق المواطن الكركوكي، لكن الكمية اللي موجودة قياسا لعدد السيارات الخصوصي الموجودة بالمحافظة طبعا قليلة، لذلك لجأنا إلى 20 لترة كمرحلة أولى، وإن شاء الله بتوفرها مستقبلا يعدل الكمية، وإن شاء الله احنا طموحين بأنه تكون مفتوحة بدون أي وسيلة مباشرة للمواطنين. وجه مجلس محافظة كركوك